اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقات قناتنا قناة عصافير الزينة. موضوع حلقة النهاردة بيهم معظم هواة ومربي البادجي والفلل وكافة عصافير الزينة. وموضوع النهاردة ليه بنقدم البنجر لعصافير الزينة. البنجر او الشمندر بنقدمه ضروري لعصافير الزينة لعدة اسباب، منها ان البنجر محفز قوي لعصافير الزينة وبيمدها بالحديد والأملاح المعدنية زي الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ودي عناصر بيحتاجها دائما العصفور. كمان بيساعد على تكوين قشرة البيض لاحتوائه على الكالسيوم وبيكون عنقود البيض عند الأنثى. البنجر متوافر دايما في أسواقنا المصرية وسعره بيبقى في متناول الجميع. طريقة تقديمه بنغسله كويس وبنقطعه شرايح ونقدم لكل قفص شريحة من شرايح البنجر زي ما هو باين بالفيديو. عصفور الزينة أو البادج أو الفلل بيقبل على تناول البنجر بنهم وبحب. كمان البنجر بيحتوي على ألياف غذائية بتساعد البنجر على تجنب كثير من الأمراض زي الإسهال الأخضر أو الإسهال الأبيض والإمساك، لأن الألياف دي مفيدة جدا لعصفور البنجر كمان العصفور للأسف لعصفور البادجي. كمان البنجر بيحتوي على كثير من الفيتامينات زي فيتامين A وB وC متوفرين فيه، وده بيحتاجهم الطائر باستمرار خاصة في فترة التخصيب أو فترة البيض. إن عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واعملوا اشتراك للقناة. قناتنا بتكبر فيكو، بنرحب بأسئلتكم واستفساراتكم دائما هنجاوب عليها. لكم مني كل حب كل تحية، صبر أمين من قناتكم قناة عصافير الزينة. إلى اللقاء في فيديو آخر، تقبلوا مني كل تحية.